المزيد انضموا الينا من عمان عبر الهاتف الناشط السياسي عبد القادر النايل. اهلا بكم وكل عام وانتم بخير. استاذ عبد القادر، تتصاعد الاحاديث عن فشل العمليه السياسيه من شركائها انفسهم، كيف تقرا هذا الاقرار بالفشل؟ اهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير واسره قناه الرافدين والشعب العراقي، ونسال الله ان يكون هذا البيت منطلقا لاطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمعتقلات، وان يفرج هم العراقيين وما هم فيه. من المؤكد تماما انه تصاعد الوتيره الموجوده داخل مسؤولي الاحزاب السياسيه ومنتجاتها من اجل تشكيل حكومه تعيد للاذهان المحاصصه الطائفيه، وما فعله قاسم سليماني خلال دولته الاخيره الذي تناول الاستقرار في منزل نور المالك والذي يبعد عشرات الامتار عن السفاره الامريكيه، واضح تماما في اعاده ترتيب البيوت الطائفيه في العراق اجل بقاء العراق هشا ضعيفا خاضعا للهيمنه الايرانيه، وبالتالي عمليه تدوير الوجوه ذاتها من قبل ايران في المشهد العراقي تدلل على حجم الهيمنه الايرانيه امام جميع الهيمنات، وعلى انه لا زالت الولايات المتحده الامريكيه رغم كل التصعيدات الاعلاميه ضد ايران لا زالت تعطي مساحه كبيره لتصرف الايرانيين في العراق الذين يريدون ان تبقى فيه الامور بكائن طائفي، وبالتالي يفضي الى تقسيم المجتمع ويعتف على انهاء التعايش السلمي بين المجتمع من اجل حقيقه ان تبقى السوق العراقيه حديقه خلفيه لايران ولاقتصادها المنهار، وان تتمترس هذه الهيمنه الايرانيه في العراق لانهم يعتبرون ان العراق هو اخر الحصون يمكن ان يتمتر. نعم استاذ عبد القادر، برايك هل يعفي هذا الاعتراف تلك الاطراف من المحاسبه؟ واذا كان استنساخ التجربه السابقه يعيد العراق الى العنف ونزيف الدماء، ما الغايه اذن من اجراء انتخابات واعاده التجربه؟ الانتخابات جرت لانه الولايات المتحده تريد ان تقول للعالم ان هناك عمليه انتخابيه، وبالتالي فشل الجميع حتى هؤلاء السياسيين من اعاده انتاج انتخابات يعيدون انفسهم، اليوم العالم كله يشهد بتزويرها، وبالتالي لا امل ولا يمكن ان تكون هي ذات بعد حقيقي لانقاذ العراق، لانه معلوم تماما كل دول العالم أن الانتخابات تفضي الى نوع او مساهمه كبيره في استقرار البلد، الا في العراق فان الانتخابات الحاليه وما سيعقبها من تشكيل حكومه خاضعه لايران وبمحاصصه طائفيه سيذهب في العراق باتجاه المجهول، وهذا حقيقه الذي يدعونا الى التخوف الحقيقي من هكذا الممكن في هكذا عمليه سياسيه وانتاج ما بعدها من تشكيل حكومه. العراق نفق مظلم، والفوضى القادمه في العراق هي فوضى حقيقه بسبب هؤلاء، وبالتالي العراق سيعيش نزيفا من الدماء مره ثانيه بسبب الاصرار المتعمد، لانه الغايه الاساسيه ابقاء العراق ضعيفا هي غايه اساسيه استراتيجيه لايران، وبالتالي يريدون ابقاء العراق منشغلا في داخله بمعارك جانبيه مصطنعه على شعبه يقودها هؤلاء حقيقه امراء الحرب، وبالتالي لا ينبغي ان نسميهم زعماء سياسيين، هؤلاء لن ينالوا الزعامه لان الشعب العراقي الاغلبيه الذي قاطع خط هؤلاء مسؤولي الاحزاب ومسؤولي الميليشيات، هؤلاء امراء الحرب يريدون الخضوع لانهم يتبعون اجندات دوليه، فيريدون الخضوع لهذه الاجندات من اجل بقاء العراق محتربا فيما بينه فيه الفوضى والعنف حتى يبعد الخطر عن ايران وما يجري حقيقه من احداث كثيره تمر في المنطقه، وبالتالي هذا ايضا يعود بالنفع على الولايات المتحدة من خلال بيع السلاح ومن خلال تأمين إسرائيل ومن خلال حقيقة العزف على بقاء المنطقة الغير مستقرة من أجل زيادة تواجدها العسكري في العراق. نعم، في الوقت ذاته باتت ملامح الكتلة الأكبر في البرلمان واضحة بعدما تحالف الصدر مع العامري، كيف برأيك سيكون سيناريو المشهد السياسي في قادم الأيام؟ معلوم تماما ان القوى العراقيه المناهضه لهكذا عمليه سياسيه تعلم ان في بدايه او قبل الانتخابات كان مقتدى الصدر يلعب دورا رسم له من ايران،
وهو عملية أنه يرفع شعار ضد إيران من أجل لأن هناك حراكا حقيقيا في العشائر الجنوبية ولا سيما الشيعية العربية التي حقيقة ارتفع صوتها ضد إيران، وبالتالي تلاعب الأدوار الذي عاشته تلك المرحلة وربما ضحك مقتدى الصدر على بعض الذقون وعلى بعض أجهزة الدول التي زارها، هذا حقيقة أفضى إلى أنه تحالفهم استراتيجي في المشروع الإيراني، وهذا حقيقة سيجعل هناك انتفاض حقيقي من القاعدة الشعبية لكل هؤلاء. ترى في قابل الأيام أن الشعب سيكون ضدهم، الكتلة هي كتلة ميليشياوية مهيمنة عليها إيران، وهذا ما توقعناه من خلال الفتوح الكثير والاستهداف المبرمج للمحافظات، هو أفضى إلى تشكيل كتلة ميليشياوية وهي تعتبر اليمين المتطرف داخل الجسد العراقي لصالح النظام الإيراني، وبالتالي الاستراتيجية الأمنية الإيرانية والسياسية قد انتصرت داخل هكذا تشكيل تحالف واضح، وهي معلوم تماما لأنهم استطاعوا أن يتوغلوا وأن يأخذوا من حتى المقاعد في المحافظات التي تضررت بفعل هؤلاء الجهات وأطرافهم مقاعد لصالحهم من أجل أن يتم تشكيل الكتلة الأكبر لإيران وبالتالي تنفيذ السياسات الإيرانية، وهذا لا يتعكس على العراق، يتعكس على المنطقة بالكامل أمام ما يجب تحديات حقيقية وما يجب أهداف إيرانية داخل حتى البلدان المستقرة المجاورة للعراق. نعم الشيخ عبد القادر، الأستاذ عبد القادر النهي للنشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.